بعد ساعتين بالظبط هتبدا اول لجان امتحانات الثانويه العامه. امتحانات دي هتكون في المواد التي لا تضاف للمجموع، يعني النهارده امتحان التربيه الدينيه والتربيه الوطنيه، بعد بكره الاربع هيكون في امتحان الاقتصاد والاحصاء، وبعدها ان شاء الله اجازه العيد، كل سنه وحضراتكم طيبين. وبعد كده تبدا الامتحانات في المواد التي تضاف للمجموع يوم 22 يونيو وهتستمر لغايه 20 يوليو. وزارة التربية والتعليم قالت شوية نصايح وإرشادات مهمة لازم نراجعها مع الأهالي علشان يرجعوها مع أولادهم دلوقتي. لازم الولاد تحضر قبل اللجنة بحوالي نص ساعة، يعني الحضور يكون الساعة مثلا 8:30، ما يكونش معاهم أي أجهزة إلكترونية جوه اللجنة، ويلتزموا طبعا بإجراءات التفتيش. لما الامتحان بقى يبتدي ليحرصوا على كتابة البيانات بدقة، خصوصا طبعا رقم الجلوس ورقم نموذج أسئلة الامتحان والاسم. لازم يستخدموا قلم أزرق جاف، والقلم ده بيستخدم في تضليل الدوائر الصحيحة اللي بتدل على الإجابات الصحيحة، والتظليل يكون كامل، وياريت الالتزام بالمساحات المخصصة للإجابة. أفتكر كويس يعني لما أنا كنت في ثانوية عامة كانت جريدة الأهرام طبعا يعني في كامل تألقها، وكانت صفحة الكاريكاتير دي من أهم الصفحات اللي دايما العين عليها. كان دايما بيصوروا الثانوية العامة دي على أنها بعبع، يعني كانوا بيرسموه في صورة البعبع ده بجد مش هزار، وأفتكر حاجة أكتر من حاجة كده، وهي بيسموها بعبع الأسر المصرية. ليه؟ لأن بيبقى فيه كهرباء، يعني على أيامنا طبعا ما كانش فيه تليفون محمول، فكان بتتشد فيشة التليفون. كان فيه على فكرة؟ لا كان فيه والله. احنا خلصنا الثانويه العامه 96 انا وانت. انت انا ماليش دعوه. انا اللي دخلني معاك في القصه. هتنكر على فكره. انا مالي ده. فكان في حاله طوارئ في البيت، الدنيا كلها كانت بتتكهرب، ما كانت كل الدنيا بتقف علشان بس الطالب للثانويه العامه يذاكر وتحصل له نوع من انواع كده ايه، يعني يتحط كده جوه بالونه، يعني احنا بنحافظ على الولد ده عشان يعني يذاكر. ماليش دعوه باي كلام اللي مصطفى بيقوله، انا كنت بروح التمرين عادي جدا، وكنا بننزل عادي جدا، وليله الامتحان كان عندنا طقوس ان احنا ليله الامتحان ما كناش بنذاكر بالليل علشان ما نتوترش وننام في ميعادنا بدري، يعني واضح انها اختلافات. لا احنا ما كانش عندنا. هي مدارس، هي مدارس. بالتاكيد الايام دي بيكون فيها ضغط على الطلاب وعلى البيوت المصريه كلها، البيوت المصريه كلها بتبقى على اعصابها، ده امر طبيعي، لازم الطالب ما يفكرش في اي حاجه غير الماده اللي هيمتحن فيها، يركز ويقرا ورقه الاسئله اكتر من مره، وان شاء الله الامور هتبقى في احسن حال على الاسر المصريه وعلى طلابنا في الثانويه العامه. دعواتنا بالنجاح والتوفيق لكل طلاب الثانوية العامة، وإن شاء الله كل اللي اجتهد وذاكر وتعب هيلاقي نتيجة طيبة، وكل اللي إن شاء الله بيحاول يعني يفرح أهله ويفرح هو كمان ويرسم مستقبله بالشكل اللي هو عايزه إن شاء الله يلاقي أحسن نتيجة. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل، صباحكم كله توفيق إن شاء الله. صباح الخير يا مصر.